السلام عليكم. هذه القيصريه فيها 350 حانوت. هذه حلينا من 99 الايامات الاولى، كان فيها واحد السيد اللي كيسيرها، كانت كتسير بواحد الطريقه الزوينه، حيت القيصريه فيها 8 ديال البيبان، وديك الايامات كان كل باب فيها انا جون سيكوريتي، وكاين النظام والنظافه. من بعد ما مشى داك السيد، حيت كان عنده مشاكل مع مالك ديال القيصريه، ولات القيصريه ما فيها والو، والناس كنخلصوا واحد 120 درهم في الشهر ديال النظافه السيكوريتي وكل شيء. واحد الساعه لقينا راسنا ما عندنا والو، عندك جوج كيكونوا في النهار، جوج بالليل، النظافه ما كايناش، واحد الانستالاسيون ديال الضو، واحد السلوك، هذاك الشيء خطر. كان كيدعينا اللي درتي الكليماتيزور كيدعيك، اللي كتصبر كيدعيك، الخلاص كيقول لك ما نشدش، ما عندك، كيصيف لك دعوه على اساس باش انت تمشي للمحكمه. كنت تهددوا الريزو حيدوا لنا هذا الكونطرا مع اتصالات المغرب، ما بقاتش، والتجاره معموله غير هكا بالتليفونات، الريزو ما خدامش. اللي وقعت شي مشكله ما عندكش كيفاش تتصل، ما عندكش الزبناء كيفاش يتصلوا بك. كاينه 350 حانوت، كاينين واحد ثلاثه المراحيض بالنسبه للرجال، وثلاثه المراحيض بالنسبه للعيالات، كيفاش هيستوعبوا؟ والمراحيض في واحد المستوى، واحد المستوى لا حول ولا قوه الا بالله. الناحيه كاينه واحد الشهب هنايا في القيصريه، كاين فيها الحيوطه كيتكراو، كاين واحد المعرض دائم، نقول لك من 2020 الناس كيجيو ما كيخلصوا لا ضريبه لا والو، كيديروا معهم واحد الكونطرا ديال شهر ولا شهرين كتعاود، ما كاين لا ضريبه، كاينه منافسه، كاين هذاك. اللي كيبغي اللي يلقي شي حاجه في محلو كيتهدد. واحد الايامات كانوا الناس كيدخلوا بعدنا بالجناوه، كيتزكريساو الناس، كيدخلوا الصفاره، ما كاينش السيكوريتي والو. الضو كيبيعوا لنا، الضو كيبيعوا لنا بواحد الثمن خيالي، عندك غيدار كتبيعوا للناس ان ديرام 20، هو كيبيعوا لنا بدو ديرام 20. دونك جميع المسائل اللي محقنا كياخذها لنا، خصو الفلوس، ولكن حنا غا كنخلصوا، ولكن فين هما داكشي اللي كنخلصوا؟ على الاقل كاينين تبيات ديال البيبان، على الاقل السيكوريتي في اي باب، النظافه ما كاينه، جوج ديال العيالات مع الخمسه ديال العشيه ولا مع ربعه كيمشيو، فين هي النظافه؟ فين هو الامن؟ فين هو؟ واللي لاحظتي بهاد الظروف في الكولوار ما كاينش تهويئه، واحد السلوكه كيفاش؟ هاد الايامات قلنا واحد البيبان اللي ما محلولينش، قال لك يا سيدي اللي بغيتو شي تحلو، تخلصوا لي السيكوريتي، وتخلصوا لي واحد لاباري اللي كتقيس بها اللي بغيتي اللي نحلو. حلو دابا خمسه ديال البيبان ولا واحد اربعه ياك. المشكله اش القيصريه في واحد لا سيتوياسيون خايبه، لا من ناحيه التجاره، لا من ناحيه الامن، لا من ناحيه النظافه، لا من ناحيه التسيير. عنده واحد السيده كتسير ما كتسيرش ديال الدجا، واللي تيخولها لنا القانون والدستور، تيمنع لنا السيد. والدليل هو انه النهار اللي عملنا الشكايه، نهار 25 من بعد كوفيد، من بعد الجائحه، لقينا مشكل اننا مطالبين باننا نخلصوا 300 درهم ولا 150 درهم ديال التسيير باش نحلوا محلاتنا. اتصلنا بالسلطات وجات السلطات وحلت لنا المشكل، وحلينا المشكل من داكشي. من بعد ما عملنا هذه الشكايه للسلطات، تنتفاجئوا كاملين بالانذارات عاوتاني بالمحاكم، تيدعينا باننا ما عندناش الحق، والناس بانهم ها هما، انا ما بغاش يشد مني الكره، واخا الجائحه طلعت له 4 شهور ما بغاش يشدها كاداره.
وما عندناش الحق انت دابا ريزو ما عندناش الا شي على شي عافيه ولا شي حاجه الله يستر بغينا نعيطوا له البومبيه ما كايناش يعني تنتشوطوا كاملين وهاد القصه فيها 300 ولا 400 الناس كلهم تيصلحوا الله تيخدموا على عائلات حنا هاد الناس هادو ما بغيناش المستحيل بغينا حقنا اللي تعطينا الدستور حنا بغينا نكونوا جمعيه نسيروا مسائلنا هو الواجبات ديالو الكرا ياخذها وحنا التسير ديالنا ناخذه حنا عايشين الاضطهاد انا راه شي 6 دعوه ولا 7 اللي تدعيت ها الكليماتيزو ها تغير النشاط ها تغير المعالم والحمد لله القضاء ديالنا نازيه وربحنا الدعاوي لاننا على حق ولكن هادشي واش حنا جايين نخدموا على وليداتنا ولا نخدموا على المحاميين والاعوان الوقت اللي غنسترزقوا الله تنبقاو غادي للمحكمه محكمه ابتدائيه تجاريه الاستئناف الاعوان هادشي راه الظلم هادشي وهنا تنطالب من صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره والله يشافيه والله يخلي لينا وتنهنيه نيابه عن جميع تجار المركز التجاري الايتباء بعيد الشباب وبعيد وبعيد العرش المجيد تقول له حنا راه ورايك صاحب الجلاله وراه حنا راه مظلومين رفع علينا الضرا حنا تقصحنا او يعمل البحث ديالو الى قناه تنكذبوا حنا مستعدين نمشيو لاي حاجه حنا ضر لنا بزاف راه رزقنا ورزق وليداتنا ولانا في المحاكم غادي راه السيدي يدخلوا غير المحكمه التجاريه يشوفوا شحال دعوى داعي عباد الله واش حنا جايين للحرب حنا جايين نبيعوا ونشريو والتاجر مسكين ما عارف لا قانون لا والو شي جاي يسترزق الله تيقلب على 100 درهم يدخل لولادو راه حق الله العظيم اللي قبل من الجائحه الناس ما لقاوش 100 درهم ما يوكلوا ولادهم علاش حنا دوينا حنا حتى حنا كنا جالسين ولكن من تشوف الناس هذه جائحه عالميه جائحه وطنيه خصنا نضامنوا باش نحلوا هذا المشكل راه حنا كاملين وطنيين ما يمكنش حنا نبقاو هادشي كفينا اللي فينا ها هي حلينا راه ما كاين اللي بيع لا شرا راه ما كاينش البيع والشرا واخا حلت هادشي راه التجار في المغرب كامل المغرب كامل في هاد المشكل ديال الكوفيد اذا خصنا نتعاونوا ما يزيدش يدعينا ويعملنا المشاكل ها هما وصلت الشكايه لدار 200 واحد اللي باغيين يقدموا شكايه واش هاد الناس كاملين غيكذبوا عباد الله ها هما هادشي كاملين الناس عانوا من هادشي راه باش الزز باش عاد جابنا السيكوريتي وباش تقنا الضو تنخلصوا 120 درهم الضو ضافيهنا هو تيقول لك تيطفي تيشعلوا حتى 8 الليل المشكل اللي كاين اننا وحنا مجموعه التجار كنعانيو من المشكل ديال التسعيره ديال الكهرباء اللي كنخلصوا هنا مرتفعه شويه اننا كنخلصوا 2 درهم و20 سنتيم في الكيلو وات وكتفي علينا الكهرباء ديال الساحه دائما ودار شي باطات هنا باش ما نتحكموش في الاناره هذا هو المشكل اللي مول القيصريه داكشي اللي التسعيره تراجع ودائما يبقى الضو حيت كنخلصوا النظافه يبقى الضو ديما شاعل لينا هنايا حيت الناس كيتشكاوا شنو اللي كتعانيو من هذا ايوا كاين هنا شي اكثر من 300 محل علينا 400 تقريبا هذه مده ما يفوق 15 سنه لفوق ال 20 سنه هذه مده حنا كنعانيو في هذا المشكل ايوا هو دابا كل واحد كيجيب بلانات وجاب بلان انه في اطار الحجر الصحي قال لك غتخلصوا 300 درهم ديال التعقيم وداك الشيء وجات السلطات قالت لك راه ما كاينش داك الشيء السلطات اللي كدير التعقيم وحلينا الحمد لله ما خلصنا والو حنا درنا المعقمات ديالنا وقدينا المسائل ديالنا وحلينا